عايز اخترع آلة زمن عشان انا بحب الديناصورات وكان نفسي اشوف الديناصورات، فاخترع آلة زمن عشان ارجع لعصر الديناصورات. يلا قول. انا اكبر اطلع دكتوره، دكتوره اطفال. نعمل عديد من الانشطه في نفس الوقت عشان ناثر على حياه السكان عموما. فنمسك الطفل مثلا، ابتدينا بان نشوف تاثير الحضانات اللي بيروحها والامهات، نعمل لهم دروس برضو تثقيف علشان يبقى مكمل للي بنديه في الحضانه. بنعمل مدرسه صيفيه في المدارس، بنعرضه لكشافه، لفولكلور، لرسم، كورال، عديد من الانشطه. بس كل نشاط بنعمله بندخل فيه بطريقه غير مباشره رساله فيها انتماء للمجتمع، انتماء للبلد. بنمثل مسرحية عن الكذب، المفروض ان مفيش حد يكذب. مش عايزة اتكلم كتير عليها عشان ما نحرقهاش في الاخر. كل دي تدخلات لها اثر اكيد، لكن نقلة كبيرة جت في العزبة لما اتعاوننا مع الجهات الحكومية وانهم اقتنعوا بانه المجتمع ده 750 الف بني ادم، ما هم مش هينقلوهم في حتة بسهولة، ده مش هيحصل. كتير نروح لمسؤولين، يبقى وكيل وزارة أو يبقى في المحافظة أو مسؤول إدارة أو أي حاجة، ويبقى مقتنع جدا ومتحمس جدا إن احنا ننفذ مشاريع مع بعضينا، وبعدين نلاقي في الآخر شؤون القانونية بتقف وتقول القوانين عندنا والقواعد عندنا ما تسمحش. نظرة الحكومة للقطاع المدني لازم يتغير شوية، ما يبقاش ان هو عليه علامات استفهام ومغرض. لازم يبقى متاح الفرصة للشراكة اللي هي لصالح الجميع.